احتفل سكان مدينة مونغو بإقليم قيرا بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تقرير علي فاضل قدركي. كبقية المدن التشادية التي أحيت ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، سكان مدينة مونغو حاضرة إقليم قيرا يحتفلون بهذه الذكرى التاريخية وسط حضور كبير من سكان المدينة رجالا ونساء. وفي هذه المناسبة قدم العديد من العلماء والمشايخ كلمات تترى تناولوا فيها صفات وخلق النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ خليفة محمد أحمد أثنى على تنظيم مثل هذا الاحتفال الميمون بذكرى مولده صلى الله عليه وسلم، ذاكرا الهدف من هذا الاحتفال. الإسلام دين تضمن في كل جوانبه المحبة، ومن حب المرء لا يحبه إلا لإيمانه ولا يحبه إلا لانتسابه إلى الله ورسوله، فقد ذاق علاوة الإيمان. أما ممثل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فرع مانجو الشيخ زكريا شعيب شكر المنظمين للحفل داعيا إياهم إلى ضرورة التمسك بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع سنته ومنهجه الرباني القويم. هذا وقد تخللت الاحتفالية العديد من المدائح وذكرى سيرته وشمائله العطرة. رقيك الشرفاء بذكرى مولد الرسول محمد صلوات الله عليه وسلم. تقرير أدم محمد شرف الدين. بجو يسوده المحبة والإخاء احتفلا أحالي قرية الرقيق الشرفة بمركز إداري ماني بمقاطعة حراز البيار، وذلك بذكرى ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم تحت رعاية جلالة السلطان شريف كشرلة كاسر سلطان مدينة أنجمينة وضواحيها والوزير السابق الدكتور عبد الرحيم يونس، وسط حشد كبير من أحالي القرية إلى جانب المدعوين للمشاركة في هذه الاحتفالية التي بدأت بعايم من الذكر الحكيم وكلمة رئيس اللجنة المنظمة للحفل، كلمات جاءت تباعا ترسم للحاضرين أهمية الاحتفال بميلاد الرحمة المهدى سيدنا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه، ساردين خلالها السيرة النبوية العطرة وشمائله المصطفوية وسلوكه الحميدة وأخلاقه الفاضلة. إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد العرب والإجم. للعالم جميعا أن في تشاد أن المسلمون في تشاد دعوا ونووا أن يقيموا الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم كل عام، وكل القرى في تشاد والأرياف والمدن إن شاء الله ستلتزم بإقامة هذه الشعيرة. الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الشيخ عبد الدائم عبد الله عثمان وصف الاحتفال بحد الأمة يترجم المحبة الخالصة لخاتم الرسالة وحبا لآل بيته. إذا محبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض على كل مسلم، علما بأن هذه الاحتفالية غمرتها المدائح النبوية العطرة التي تحيج شوق السامعين وتزيدهم ألفة لاتباع السنة المطهرة. محمد أشرف الأعراب والعجم، محمد خير من يمشي على قدمي. نظمت زاوية عبد الله بن عباس بحي أنجاري كواس احتفالا بمناسبة ذكرى خير البرية بحضور العديد من سكان حي أنجاري كواس. محمد حسن آدم. احتفلت زاوية عبد الله بن عباس بحي أنجاري كواس بالدائرة الثامنة للشيخ مطر عبد الرسول بذكرى مولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. وبهذه المناسبة قدم شيخ الزاوية مطر عبد الرسول كلمة رحب فيها بالحضور، وأكد بأن هذا الاحتفال مع المحبين يأتي بقصد التهييج على حبه والوفاء له والتعريف برسالته العامة الخالدة التي جعلها الله رحمة للعالمين. فإن الاحتفال هذا فإن دل فإنما يدل على تعظيم فرحم بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: لقد من على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
كما سمحت المناسبة لكل من الشيخ حسن محمد القدم ممثل مندوب المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالدائرة والشيخ محمد حسين بالتعبير عن شكرهم لشيخ الزاوية وتلامذته على إقامتهم لهذا الاحتفال الذي يسري فيه عبق هذه الذكرى فرحا في النفوس فتتحرك المشاعر ويهيج الحب الذي قد يكون راقدا فيصبح حبا متجددا وإلى الأعلى سائدا. كما احتفلت زاوية الشيخ علي أحمد طه بالدائرة الخامسة بالذكرى مولد النبي الشريف وسط حضور كبير من أعضاء المجلس على الشؤون الإسلامية والمادحين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هارون أبا آدم. زاوية الشيخ علي أحمد طه احتفلت بذكرى المولد النبوي الشريف تحت شعار قوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وبهذه المناسبة تداخل بعض المشايخ والعلماء تحدثوا عن سر الاحتفال بذكرى مولده صلى الله عليه وسلم، والذي يكمن في الإخلاص في عبادة الله وتصفية النفوس ونشر القيم الإسلامية الخالدة والصفات الحميدة على شريعة الله وسنة المصطفى. ويجب أن يكون الاحتفال بعيدا عن البدع، وأن المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن لا يشتم الناس ولا يتكبر ولا يظلم، وهو راق في معاملاته حسب ما ذكره الشيخ عبد الرحمن حامد. كما تحدث رئيس بعثة الأزهر الشريف في تشاد الدكتور خالد خريج عبد الله هو الآخر ذكر بعض شمائل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وأشاد بالمبادرات الطيبة والمباركة في مواقع وأزمنة مختلفة للاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف. النائب الأول لعمدة بلدية الدائرة الخامسة جمعة محمد عبد الرحيم فقد أثنى على الجهود التي بذلها فضيلة الشيخ علي أحمد طه رحمه الله في نشر الدعوة الإسلامية، حيث أنه أحد كبار الرموز الذين خدموا الإسلام في هذا البلد، سائلا المولى عز وجل أن يدخله فسيح جناته مع الصديقين والشهداء. الكلمة الأخيرة كانت لممثل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الشيخ عمر جبريل المؤمن، الذي حث أبناء المسلمين على حب النبي صلى الله عليه وسلم وذلك باتباع سنته والتمسك بها. فإن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية اهتموا باحتفال المولد النبوي الشريف وقسموه على قسمين: قسم يسمى بالاحتفال الرسمي. شهد الحفل تقديم قصائد مدحية تحمل في طيئتها جملا حماسية أثارت شغف المحبين وأعطت المناسبة مشهدا إيمانيا يتسم بالروعة.